معنا استاذ ايمن, اتفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم دكتور. السلام. عليكم السلام. الله يخليك. نور الشاشه بصراحه دكتور, كان نفسي من زمان والله اكلمك. الله يكرمك. انا هطول عليك بس بجد 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 انا محتاج ان انا اكلمك واكلم الشيخ عمر. اتفضل معاك. انا اولا شاب من مدينه 6 اكتوبر, 25 سنه بقالي اكتر من 13 سنه فشلت في التعليم, مع بره ما كنت في ثانويه عامه, حياتي اتدمرت بسبب ان انا في عشت من تحت الارض, لفيت جميع مشايخ مصر, لفيت جميع. عشان ايه؟ انا بس من سمعك عشان ايه؟ عشق. عشق عشق من تحت الارض, وانا ضعيف الاراده, مع بره يعني انا التزمت. يعني يعني إيه؟ يعني ايه عشق من تحت الارض دايما؟ مش فاهم. انا بيحصل لي, اكتشفت الموضوع بقالي 8 سنين من ساعه ما جيت من السفر, كنت مع والدي في ليبيا, كانت الحال ظروف وحشه احنا صغيرين, فجيت من 8 سنين حاليا 25 سنه, موضوع احلام جنسيا وبدات تكتر وتعب وزهق وفشل في الحياه ومش طايق وكوابيس وحاجات كتير وحاجات كتير بحلم بيها تتحقق, يعني كل الاعراض دي على الشيخ عمرو مظبوطه جدا, اعراض المس واعراض السحر واعراض التوب, يعني كلامه بجد انا كان نفسي من زمان اوصل له, بس انا ربنا العالم يعني ظروفي غير مهيئه, انا بقعد في البيت ما بطئش الجامع, سخونيه ضرب يعني حاجات يعني كتير. انت ما بتقدرش تصلي يا استاذ محمد؟ ايمن. استاذ ايمن. استاذ ايمن يا فندم, انا بصلي والتزمت بقالي 3 سنين, انا كنت بموت, كنت في مرحله ما بين الموت سيادتك, ما كنتش بقدر اتحرك نهائي جدا, بفضل ربنا وفضل قيام الليل خفف عني الالم, وكانت ممكن كنت اقول عشيره كتيره فخرج منهم, فما زالت الملكه بتاعتهم زي ما بيقولوا بعض التجارين او بعض ما انا بشوفها في المنام, زي ما بتتوعد ليا بوعود كتير وبنار وحاجات كتير, فما زالت هي تستدعي بعض جيوشها من بره, فانا تعبت بجد بصراحه, مش قادر مش لاقي حد يقومني من المحنه دي, انا ما عشتش حياتي زي الناس, يعني انا مبتلي بقالي اكتر من 13 سنه, يعني كنت بعيد وانا صغير, اهلي اب ووالدي وامي مسلمين على الفطره, انا التزمت فهمت امور الدين كلها, بس انا مش قادر اعالج نفسي لان الموضوع عدو خفي. لا 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 لا, لا مفيش حاجه زي ما ان انا ما اعالجش نفسي دي خالص, معلش انا اعترض على الكلام ده, مفيش حاجه اسمها انا ما اقدرش يعني اعالج نفسي وهم اقوى مني. سيادتك انا حافظ بقرا صوت البقره, بصلي خمس طيب. فروض في جماعه, بنصلي الفجر في جماعه, فهو في ذمه الله مظبوط جدا, تمام, واذكار الصباح واذكار المساء, واكثر من ذكر ايه الكرسي جسمي بقيت نار مش طيب, بتخانق مع البشر, بتخانق مع اهلي, بيحصل مشاكل لاخواتي, لا انا بحاول التزم اخش المسجد وابعد عن الاهل واقعد معاهم 5 يوم عشان خاطر اتغلب احرق بقيه الحاجه دي, بتحصل احوال بره كبيره في البيت, البيت بيتقلب عندي, يعني انا لما بحارب بيتحارب البيت عندي, اخواتي واهلي, موضوع كبير جدا بصراحه, مش هو ما فيش حاجه بتكبر اذا ربنا, انا كنت طب ايمن انا من كنترول خد تليفون الشيخ عمرو الليسي وان شاء الله يشوفك ويشوف ممكن يساعدك فيه ان شاء الله. يعني ايه عشق؟ عشق ملكة الجن, مش فاهم. هو طبعا يعني هو قال لك انا رحت الناس يعني مش متخصصين وكده, وناس قالوا له دي اميره ومعاها عشيره ومعاها ملك. طبعا دكتور عمرو هو ممكن يحصل نوع من انواع العشق بين الانس والجن, لكن لا يحدث زواج, عشان دي مساله كنا عايزين نتكلم فيها, هل الجن يتزوج او يتناكح من الانس او الانس يتناكح من الجن؟ لا ما يحصلش, هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا, يبقى الزواج ده بين الانس والانس, الجن والجن, لكن ما يحصلش زواج. لكن في بعض الحاجات اللي بتحصل بين الانس والجن نوع من انواع الاستمتاع, او يخلي الانسان يشوف ان هو كانه معاه امراه, راجل يشوف معاه انه امراه, او امراه تشوف معاه رجل في المنام كتير. طبعا ده غير حاجات نفسيه كتير مش هنتكلم عليها, مش انا اللي اتكلم عليها, لكن في حاجات نفسيه كده, في حاجات نفسيه كده, ولكن في برضك من عالم الجن انه ممكن يخليك تشوف جماع كامل ويوميا وحاجات زي كده, بيبقى سبب الجن. لكن في المجمل ده نوع من انواع المس, يعني تشخيصه يطلع اسمه مس. المس احنا لسه بنقول علاجه ايه يا دكتور عمرو؟ القرب الى الله عز وجل. طيب انا بقى الاستاذ ايمن عمال يقول لك انا قرات وصليت وبصلي ومش عايزه تخلع مني او مش عارف اخلع منها, يبقى في هنا خلل تاني. يعني هو شافها يعني؟ هو بيقول انا بشوفها في المنام. ما هي بتشوفه وتقول انا هعمل لك واسوي لك, ولو انت ما كده انا هحرقك واعذبك, يعني بتهوله ان هي هتعمل فيه ايه يعني. في نوع من العشق في ساعات وحالات نادره وحالات قليله جدا, بس لما بتوجد بتبقى حاله شرسه, لكن والله ما لهاش علاج الا القرب الى الله عز وجل. هو نوع من انواع المس, ولكن من اعلى درجات المس. اذا كان هو بيقوم فعلا بهذه الصفة ان هو بيقرا سوره البقره يوميا وبالصلاة وبالأذكار وبالوضوء دائما, في نقطة أو يعني في حلقة مفقودة, إما ده مش قصة مس, ممكن يبقى نوع من أنواع السحر مثلا,
وهو مصاب بيه، فهو بيتعالج من زمان غلط ان هو جنيه عشقه ومش جنيه عشقه والكلام ده، فالعلاج مش جايب معاه نتيجه. يا اما المساله اصلا مرتبطه باللاوعي عندنا، يعني الاحلام الجنسيه والحاجات دي، فاتقال له ان ده جن عاشق،